المصرية، من المجتمع المصري، جئنا لنستنكر، لنستنكر البأس، لنستنكر الظلام، لنستنكر الظليمة التي حدثت في البصرة. البصرة أم الخير، البصرة أم الطيبة، البصرة بمجتمعها الطيب الراقي الذين حاولوا أن يدنسوا الحق فيها. أين حقوق البصرة؟ أين حقوق العراق؟ نحن متظاهرون صامدون، المجتمع البصري ما زلنا صامدون، وسنستمر إلى أن تخرج حقوقنا، ونحن واقفون في ظل هذه البقعة الطيبة الطاهرة إلى أن تخرج حقوقنا. وما هي حقوقنا؟ الماء والكهرباء، الله أكبر، الصحة، السلامة، هذا الذي نطالبه. نحن لا نطالب بالقصور ولا بالسيارات الفخمة الموجودة للحكومة الاتحاد، الحكومة المركزية أو المحلية، لا، نحن نطالب بحقوقنا، بأبسط الحقوق، الماء والكهرباء والصحة والسلامة لأطفالنا، لنسائنا، لأهلنا. نحن المجتمع البصري واقفون وصامدون إلى آخر نفس في ظل الدماء التي سقطت في بصرتنا الفيحاء، صامدون إلى الأبد. سعاد العلي، رئيسة